اسمي الكامل أكرم عطوي، والدي اسمه يوسف. أنا من مواليد صفد عام 1948 الشهر الرابع. جيت مع أسرتي كلاجئ إلى سوريا طبعا عام 48 في الشهر السابع. أول ما أجينا على بنت جبيل في جنوب لبنان، ثم تم نقلنا بباصات إلى محطة قطار. من محطة القطار ركبونا بقطار ليس للبشر وإنما لنقل الأمتعة والأغنام. نحن كنا آخر حمولة في هذا القطار، فرغونا بحلب أو نزلنا في حلب. في حلب قمنا في مخيم اسمه مخيم النيرب. بعدين كونه كان لي خوات أنا أربعة شبه يعني بعمار، فوالدي ما استطاع يتحمل أنه كل 20-30-40 عائلة في ماجع مع بعضها بشكل مختلط بنات وشباب، فقالوا من يعني يود أن يذهب إلى الريف، الريف الحلبي. فوالدي اختار وجينا على أعزاز وسكننا في أعزاز. سكننا فترة طويلة، أنا درست الابتدائي والإعدادي بأعزاز، بعدين ما في ثانوية رجعت على حلب وأقمت بحلب، من وقتها أنا مقيم بحلب. من أول ما وعيت لأنه اسمنا بيت الفلسطيني، نحن اسمنا الفلسطينية، يعني أنا هذا الفلسطيني ورايح الفلسطيني، وهذا الطفل اللي ما ألعب مع الأطفال يقولوا لي أنت أكرم الفلسطيني، اسمي هيك يعني. وبالتالي من أول بدايتي يعني عرفت حالي أنه فلسطيني ولاجئ، يعني كنت أشعر بالغربة وأشعر بأنه بنظر نظر الشفقة يعني. أي أشعر فيها يعني إحساس خاص بأنه أنا دون الآخرين من حيث أهل المدينة، وخاصة هي المدينة في أعزاز كان فيها عشائر وأسر كبيرة، بنظر الغريب ما هي النظرة التي اللائقة به يعني. لكن علاقة العمل والسكن والعلاقات الأسرية والعلاقات مع الأسر الحلبية والعلاقات العمل كلها هي خاضعة للقوانين السورية. بالتالي مثلنا مثل السوريين يعني، نحن بسوريا أنت بتعرفي أو ما بعرف يعني، نحن فقط هناك بعض الأشياء التي نختلف فيها عن السوريين، من ضمنها موضوع الوثيقة يعني الانتقال جواز السفر والملكية، ما بسمحونا نتملك إلا بيت العائلة ككل، إضافة لذلك أنه ما بسمحنا لنا نمارس العمل السياسي ضمن الوضع السوري وليس ضمن الوضع الفلسطيني. ضمن الوضع السوري ما بسمحنا نحن لا نترشح لانتخابات برلمانية ولا نصير مسؤولين في الدولة كفلسطينيين، وبالتالي هي كانت تفترة نختلف فيها عن السوريين. أنا دخلت بفتح بنهاية 67 بداية 68، ومن وقتها بدأ العمل العسكري والسياسي مع بعض. يعني كنت أسوي معسكرات، أخضع لدورات أنا، وبعدين صرت أدرب، وإن كان تدريب على أمور السياسية أو عسكرية في لبنان وفي الأردن وفي سوريا أيضا، بس ما مارست أنا عمل فدائي كمقاتل وإنما كوجه سياسي أو كمدرب. كان هناك كثير إلي زملاء فلسطينيين وشعرت بالعلاقات الفلسطينية، وخاصة أنه بعد سنتين ثلاثة انطلق العمل الفدائي وكنت مندمج معه، وبالتالي اختلف يعني. أما بعزاز ما كان فيها النشاط هذا الفلسطيني السياسي اللي قائم على أساس القضية الفلسطينية، بالرغم من أنه بحلب وبعزاز الناس متعاطفين مع القضية الفلسطينية كسوريين يعني، وكان فعلا يعني كثير مؤيدين لقضيتنا ويتعاطفوا معنا واحيانا يشتركوا ويساهموا معنا ان كان بالقتال او بالنشاط السياسي السوريين. لكن بحلب الجو اوسع والامور يعني ما في التصنيف العشائري والعائلات والتقسيمات هي الصغيرة بحلب، دائما المسألة بحكم أنه مدينة واسعة جدا يعني، أحيانا تكون لك علاقات مع جيرانك مع أسرتك مع أسر تانية، وهكذا هي المسألة كانت أكثر رحابة وأكثر اتساعا أريح يعني. تميت أنا الفتح حتى آخر فترة اللي هي عام 1985، والسبب أنه صار في ما بعرف إذا بتعرفوا أنتم بفتح انشقاق جماعة أبو موسى دول، فحتى أنا جربت إنه دول يعني قد يكونوا أفضل من
قيادة فتح يعني اللي ما صار انشغال، فاكتشفت انه لا سيئين ما هو جيدين، وبالتالي تركت العمل السياسي نهائيا في عام 1985. استمريت بدون ما انتمي الى اي فصيل الى 2004، بعد ما شعرت انه يعني هناك في بعام 2004 شعرت ويعني مات ياسر عرفات واستلم محمود عباس، شعرت انه وكانه في خطر على العوده والتنازل عن حق العوده، وخاصه انه صار مباحثات في جنيف تبع ياسر عبد ربه ويوسف بيلين، وقرروا في هذه يسموها وثيقه جنيف شبه التنازل عن حق العوده للاجئين الفلسطينيين. فاسسنا انا ومجموعه من الشباب كانوا موجودين بفتح قديما كنت اعرفهم، منظمه اسمها مجموعه عائدون في سوريا ولبنان، وصرنا ننشط من اجل التمسك بحق العودة، واستمريت حتى قامت الثورة السورية.